الوحده أيه. من بعد انا باش نقدم الندوه بصفه عامه وتبدي انت بالكلمه. ضيوفنا الكرام، يسعدني ان ارحب بالسيد العجمي الوليدي. مرحبا بكم في هذه الندوه التي ينظمها اذا المكتب الثقافي المركزي لحركه النهضه، وهي ندوه تنتظم بمناسبة احتفالات التونسيين بذكرى إذن الاستقلال في 20 مارس 56. مداخلتنا بكلمة الشيخ إذن راشد الغنوشي الذي شرفنا طبعا. وفاق ودعم خيار المصالحة الوطنية المنشودة، وشكرا. فائدتها أنها تعطينا هذه الرواية الرسمية، صح فيها انتقائية، فيها إبراز لدور الحزب الحر الدستوري الجديد وداخل الحزب إذن لدور الزعيم الحبيب بورقيبة، ولكن في نفس الوقت هناك غمط واستبعاد ربما أطراف أخرى لها أهميتها، أحزاب أخرى ليس أحزاب فقط، وسنبين هناك عدة أطراف ساهمت في النضال الوطني من أجل الحصول على الاستقلال في آخر الأمر. الأطروحات التي قدمت في الجامعة التونسية، لما وجدنا كثيرين اهتموا بالحبيب بورقيبة أو بالحزب الدستوري الجديد، فالكتابات ربما من ناحية كمية من حيث الأطروحات نجد حضورا مكثفا للاتحاد العام التونسي للشغل في الأطروحات، نجد حضورا أيضا للحزب الشيوعي، نجد حضورا للحزب الدستوري القديم، للحركة اليوسفية، للمقاومة، للكشافة، لحركات الشباب، للجمعيات. مصادر أرشيفية متعددة هم تاريخ تونس المعاصر، كانت تتبع الوزارة الخارجية الفرنسية وبالتالي كانت المراسلات، هناك رصيد لقام الصحافة. ميزة التاريخ المعاصر أن الصحافة، لأن الصحافة تعتبر مصدرا أساسيا. لابد أن نترحم أبدا، نحن إزاء ملحمة شعب عبر أجيال مختلفة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يحتكر هذا الإرث الكبير لصالح طرف من الأطراف. مطلوب إذن قراءة توافقية لتاريخنا تجمع أحسن ما فيه وتبرز تناسقه، باعتبار أن سبب من أسباب نجاح ثورتنا الحالية وثورة الاستقلال هو ما يتوفر لهذا الشعب من عوامل التوحد أو التوافق، ما يتوفر، فنحن شعب بلغة واحدة وعرق واحد ومذهب واحد ودين واحد، وقل أن في أي بلد عربي آخر اجتمعت هذه المقومات، ولذلك لا عجب أن كلفة الاستقلال لم تكن باهظة جدا، كانت كلفة معقولة، كلفة الاستقلال وكلفة الثورة أيضا كانت كلفة معقولة، وكلفة الانتقال الديمقراطي كانت كلفة معقولة بسبب ما يتوفر لهذا الشعب من أسباب التوافق، من عوامل الوحدة الوطنية. ولذلك مطلوب أيضا أن نقرأ تاريخنا بهذا المنطق، منطق الوحدة الوطنية، منطق التوافق. أن السكان أو الأهالي آنذاك خضعوا فقدت في جويلية 1880 بعد شهرين من انتصار الحماية. الكلمة إذن القيمة والمختصرة كالعادة.